اهلا بكم. انا واحد من الناس المؤمنين جدا بالقومية العربية، وارى دائما من كل قلبي انه الحزن سيظل راسخا في عقولنا وقلوبنا طالما ان سوريا تعاني وان الشعب اليمني يعاني. عايز اتكلم النهارده على قضية مهمة جدا من القضايا الطبية الخطيرة جدا اللي موجودة في اليمن، وهي انتشار الكوليرا. الكوليرا، مرض الكوليرا من الامراض الوبائية ومرض في منتهى الخطورة، لانه مرض قد يودي بحياة الناس. ارتبط مرض الكوليرا بالحروب، يعني المكان الذي توجد فيه حرب توقع ان تنتشر فيه الكوليرا، وهنا تبقى علامات استفهام مخيفة جدا. هل الكوليرا تنتشر نتيجة انخفاض مستوى المعيشي أثناء الحرب، انتشار فرص الإصابة بالكوليرا نتيجة انخفاض النظافة، انخفاض الرعاية الصحية والظروف المتعلقة بالسانيتري كونديشن، بالصرف الصحي والنظافة والتطهير وإلى آخره، أم أن هناك علامة استفهام خطيرة؟ لو ذهبنا إلى الكوليرا وذهبنا إلى المشاهد قد تكون مخيفة ومحزنة في نفس الوقت، متعلقة بانتشار هذا المرض في شعبنا العربي وأيضا في أي منطقة من العالم. يعني انتشار الكوليرا في أي مكان يصيبك بخوف شديد. في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء قال ممثل المنظمة العالمية، منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قالت إن عدد الوفيات بسبب تفشي الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 1500 حالة، وقال إن عدد الحالات المشتبه في إصابتها في الكوليرا بلغت 246 ألف حالة لغاية 30 يونيو. الكوليرا طبعا مشكلة رهيبة جدا، لأنها مرض يؤدي إلى إسهال شديد، تؤدي إلى فقد كميات كبيرة من الماء من الجسم، طبعا يؤدي إلى انتشار كمان. الكوليرا ممكن تصل إلى مناطق خطيرة جدا في الجهاز الهضمي، وقد تصل وتؤثر على الجهاز العصبي. والكوليرا طبعا من الأمراض اللي منتشرة تاريخيا أو ارتبطت تاريخيا ب الحروب. والقصة يعني لما نقول انه من الطبيب الذي كان يتحدث عن الكوليرا قديما، هو طبيب بريطاني جون سنو، هو اول من اثبت في القرن التاسع عشر انه يمكن منع انتقال الكوليرا الى حد كبير عن طريق توفير طبعا مياه الشرب، وده اتعمل فيلم على فكرة، وده توصل طبعا الى انه المضخة معينة، ده كان في 1824 في شارع برود ستريت، كانت هي المصدر الاساسي للعدوى وانتشار الكوليرا في ذلك الوقت في انجلترا، وبدأ في احتواء الوباء بمجرد استبدال عتلة المضخة في ذلك الوقت، وكانت شكل أسطوري من الطرح للكوليرا. طبعا الكوليرا في الحروب واحدة من الأسلحة البيولوجية، وطبعا دي من الأشياء المثيرة جدا والتي ينبغي أن نهتم بها في الفترة الحالية. الأسلحة البيولوجية ده نقصد بها جميع العوامل المسببة للأمراض والأوبئة المختلفة. طبعا يندرج تحت هذا المصطلح العسكري كل من البكتيريا، الفطريات، الفيروسات، كمان السموم الناتجة عن هذه الكائنات. طبعا خلال الحرب العالمية الأولى استخدمت الأسلحة البيولوجية، قيل إنها من خلال الجيش الألماني، وكمان القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية استخدمتها ضد الصينيين. استخدام الأسلحة البيولوجية قديم جدا، يعني استخدمت من قبل الأشوريين ضد أعدائهم، وأيضا قيل إنها استخدمت في الحرب الصليبية، الحروب الصليبية، كمان قيل إن المهاجرين الأوروبيين استخدموها ضد الهنود الحمر في أمريكا في الحروب الخاصة بإبادة الهنود الحمر في أمريكا. الكوليرا كسلاح بيولوجي، الرئيس الزيمبابوي اتهم الحكومة البريطانية في 2008 باستخدام الكوليرا كسلاح بيولوجي، أدى إلى مقتل المئات من سكان زيمبابوي في ذلك الوقت في الحرب التي كانت تجري في ذلك الوقت هناك. الكوليرا
من الحاجات اللي عليها علامات استفهام مهمة جدا وخطيرة للغاية. لا ينبغي أن ننظر لانتشار الكوليرا في اليمن نظرة مجرد أنها نظرة انتشار مرض مرتبط بانخفاض الرعاية الصحية في وقت الحرب. التاريخ أثبت أن الكوليرا مرض مرتبط بالحروب، وأن فكرة نشر الأمراض عن طريق الميكروبات أو عن طريق الأسلحة البيولوجية موجودة منذ القدم، وأنه بلا شك قسوة الأسلحة الحديثة لا تنفي أبدا وجود أسلحة بيولوجية موجودة فيها، لكن شيء مؤلم للغاية أن ينتشر هذا المرض بقسوته. المرض ده على فكرة أنا دايما ولا بذكره ولا بشرحه ولا بتكلم عنه، دائما نقول أنه مرض مزل، مرض يحدث فتيج رهيب، إحساس بالإحياء غير عادي، الإنسان بيبقى تقريبا مشلول، ما بيقدرش يتحرك، سريع الانتشار، لا يمكن السيطرة عليه بسهولة شديدة جدا، نشره سهل للغاية، خصوصا في مجتمع بيعاني من حالة حرب، وفي مجتمع أساسا زي ما بيقولوا الأندر سيرفيس بتاعه أو الأندر جراوند سيرفيس، الوحدات الموجودة أو الخدمات الموجودة الخاصة به غير جيدة على الإطلاق. خدمات الصحية المرتبطة به والبنية التحتية المرتبطة بهذا المجتمع أساسا منهارة، وزاد عليها في الفترة الأخيرة في حالة الحروب الموجودة فيها. كل دعواتنا طبعا لأطفال اليمن، أطفال العرب، إن هم ربنا يخفف عنهم هذا البلاء، وإن الشعب اليمني يعود مرة أخرى إلى كامل عافيته، وأن تنتهي هذه الكوابيس المزعجة المنتشرة والتي تحمل في طياتها أيضا علامات استفهام خطيرة للغاية متعلقة بواحدة من أبشع وأكثر الأسلحة قذارة، وإن كنت لا أصف أبدا سلاح بأنه غير قذر، ولكن هذه أكثرهم خسة هي الأسلحة البيولوجية. خلينا نفكر في هذه النقطة كثيرا جدا ونتملى فيها، لأنها في منتهى القسوة ولكنها تحتاج إلى تفكير كبير. كل دعوتنا لأشقائنا اليمنيين بأن يكشف عنهم ربنا سبحانه وتعالى هذا البلاء. خليكم